السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شهر يناير لعام 2020. ونبدأ مشاهدينا مع العناوين، وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي أبرزت الملك يستقبل ولي العهد وكبار المسؤولين، بحث جهود دفع عجلة التنمية في المملكة لصالح جميع أبنائها، ولي العهد يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة البحرينية السعودية. وإلى صحيفة الوطن والتي استهلت في أولى صفحاتها الملك يشيد بعطاء أبناء البحرين في إسهامهم في إثراء مسيرة العمل الوطنية، وزير الأشغال والنائب النعيمي يتفقدان مشاريع سابعة الجنوبية ناس، فتح آفاق أوسع للعمل والتعاون والاستثمار المشترك مع السعودية. وإلى صحيفة الأيام والتي بيّنت في أولى صفحاتها عبد الله بن حمد يحضر الحفل الختامي لمهرجان عبد العزيز للإبل الخارجية، تتدارس إجلاء طلبتنا من الصين استقبال أول شحنة من غاز مسال عبر مرفأ الاستيراد الجديد. ومع صحيفة البلاد والتي أبرزت الصحة لا إصابات بكورونا في المملكة وإجراءات احترازية بفحص المسافرين بالمطار، مصدر بسفارتنا في تركيا الزلزال بعيد والبحرينيون بخير، 24% ارتفاع وتبادل التجارية مع السعودية. أخبار العلاقات البحرينية السعودية هي الأبرز في صحافتنا لهذا اليوم، فقد نشرت صحيفة أخبار الخليج أنه لدى استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لرئيس وأعضاء مجلس الأعمال البحريني السعودي، أكد سموه بأن مملكة البحرين تسعى دوما إلى توطيد التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جميع القطاعات التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. نطالع من صحيفة الوطن أنه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، حضر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. لفتت صحيفة البلاد إلى أن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أكد أن نموذج العلاقات البحرينية السعودية يشكل علامة فارقة وحلقة استثنائية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا على مواصلة الغرفة للعمل لتحقيق المزيد من الخطوات لدعم العلاقات الاقتصادية بين كافة مؤسسات القطاع الخاص بين البلدين الشقيقين. هذا ونقرأ من صحيفة الوطن أن رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البحريني عبد الرحمن العطيشان أكد على نمو حجم التبادل التجاري بين المملكتين الشقيقتين بنسبة 24% خلال العام 2018، مبينا أن مملكة البحرين تأتي في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.
إلى ذلك، لفتت صحيفة الأيام أن الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك عرض فرصا استثمارية لمستثمرين سعوديين يمثلون مجلس الغرف السعودية، وتضمنت الفرص الاستثمارية 6 قطاعات، وهي القطاع العقاري، الاستزراع السمكي، النقل البحري، السياحة والضيافة، قطاع الصناعة، والقطاع الصحي. وإلى الموضوع الآخر الأبرز هذه الأيام، وهو ملف الإجراءات التي اتخذتها دول ضد فيروس كورونا، ونبدأ مع صحيفة البلاد، حيث أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد أي حالات لمرض فيروس كورونا في مملكة البحرين. وأفادت الوزارة بأنها فحصت جميع المشاركين في معرض الخريف كإجراء وقائي للتأكد من أعراض مرض هذا الفيروس. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن مستشفيات البحرين الحكومية والخاصة ستعقد اليوم اجتماعا وطنيا شاملا لبحث مستجدات الوضع العالمي لفيروس كورونا، فيما أعلن المستشفى العسكري جاهزيته للتعامل مع الفيروس على الأصعدة كافة، فتم تجهيز قسم خاص للعزل الطبي. بيّنت صحيفة الوطن أن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الفريق طارق الحسن أكد أن وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات، من بينها تفعيل المركز الوطني لمواجهة الكوارث ورفع الجاهزية بالإسعاف الوطني كإجراء وقائي يضمن عدم انتقال فيروس كورونا المنتشر في بعض مناطق الصين. قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية للأيام إن الوزارة تتدارس إجلاء الرعايا البحرينيين من الصين، وذلك في ضوء التطورات السريعة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن السلطات الصينية أعلنت عن التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا المتفشي في الصين، وأشارت بكين أن الدواء متوفر بشكل مجاني. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الأخبار المنوعة، ونطالع من صحيفة الوطن أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أعلنت عن تدشين آلية دفع إلكترونية جديدة تتمثل في تمكين المستفيدين من دفع رسوم الخدمات الإلكترونية الحكومية عبر المحفظة الإلكترونية e-wallet، وذلك بالتعاون مع شركة بنفت البحرين وشركة كريدي ماكس. ومن الصفحة الرياضية من صحيفة البلاد نقرأ أن نادي راشد الفروزية وسباق الخيل يواصل استعداداته التنظيمية لإقامة سباق الخيل الكبيرة على كأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي سيقام عصر يوم الجمعة الموافق 31 يناير الجاري على مضمار سباق النادي. كما نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن وفد بعثة مملكة البحرين للحج برئاسة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج سيتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية لحضور الاجتماع السنوي الذي يجمع المسؤولين بوزارة الحج والعمرة السعودية وبعثات حجاج بيت الله الحرام، وذلك للتباحث بشأن موسم الحج.
هذا ولفتت صحيفة الأيام أنه تحت رعاية معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، نفذت إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع أمانة العاصمة برنامج ساعي أعمال المنفعة العامة سامع لتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، حيث شارك 50 محكوما في تطوير إحدى حدائق محافظة العاصمة. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. بذلك مشاهدينا أكون قد وصلت إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.